الروزماري يا جماعة من أكتر الزيوت اللي فعلا ليها درجة فاعلية عالية جدا في علاج الصلع الوراثي، وفي دراسات أصلا قارنت زيت الروزماري العطري بمادة المينوكسيديل في علاج الصلع الوراثي. وأنا عن نفسي لما جيت أبطل المينوكسيديل أصلا علشان أتفادى موضوع تساقط الشعر الشديد ما بعد ترك المينوكسيديل، استخدمت زيت الروزماري بديل للمينوكسيديل علشان أقلل نسبة تساقط الشعر الناتجة عن ترك المينوكسيديل، وفعلا كان تأثيره حلو جدا. ولكن الشكوى المعتادة من جموع الناس وهي زيت الروزماري مغشوش، مش عارفين نجيب زيت الروزماري منين، ازاي اعرف ان زيت الروزماري ده اصلي وان ده مغشوش. في الفيديو ده يا صديقي هعرفك امتى تعرف او ازاي تعرف زيت الروزماري الاصلي العطري النظيف اللي يجيب معاك نتائج عالية وممتازة بإذن الله تعالى، وازاي تتفادى الانواع المغشوشة. هعلمك كده اختبار بسيط تقدر تختبر بيه الزيت ده اصلي ولا مغشوش. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اتمنى صديقي تكون بخير وشعرك بالف صحه والف خير. استاذنكم يا جماعه نعمل لايك من زرار اللايك اللي تحت هنا، دي بمثابه كلمه شكرا اللي انت بتقولها لي. وفي طلب يعني انا محرج اطلبه، ولكن هطلبه منكم يا جماعه لاول مره، الفيديو ده يوصل 3000 لايك. فاللايك اللي حضرتك هتعملها دي هتخلي الفيديو ينتشر اكتر، ونسبه الناس تبقى على وعي اكتر انها ما تقعش فخ او ضحايا للزيوت المغشوشه. فالزيوت المغشوشه دي محدش يقبل عليها ويقبل على شرائها، فالناس تبقى عارفه الاصلي تشتري الاصلي وتبعد عن المغشوش، فالمغشوش ده يختفي من السوق. يا ريت يا ريت لو تعمل شير للفيديو ده، دي حاجه اول مره اطلبها منكم الصراحه. موضوع الشير ده انا عاده عن الشير ده بحس ان هو حاجه شخصيه، فلو تقدر تعمل شير للفيديو ده على الفيسبوك يبقى جزاك الله كل خير. ازاي تختار الزيت الاصلي يا صديقي العزيز؟ بص احنا هنا بنتكلم النهاردة على الزيوت العطرية، تمام؟ اكتر اللي هي زي ايه؟ اللي هي زي اللي انا بستعرضهم قدامكم على طول، ده مثلا زيت النعناع، ده مثلا زيت الروزماري من امتنان، تمام؟ بتبقى عبوة زي ما قلنا، عبوة صغيرة زي اللي انت شايفها دي، 20-25 ملي، تمام؟ تقرأ عليها الكلمة اللي فوق دي، شايف؟ بص فوق صباعي مباشرة اهي، pure essential oil، pure essential oil، تمام؟ او زيت اساسي، وخاصة في زيت الروزماري. زيت الروزماري ده يا صديقي ما تجيبوش غير عطري، تمام؟ ما تجيبش منه غير العطري. الزيت الحامل منه مش حلو، زيت مخفف. تاني حاجة يا صديقي تاخد بالك منها في موضوع الزيت العطري ده، وهو انك في اي محل بتاع زيوت عطريه بتلاقي عينات او عبوات كده ممكن تفتحها، تمام؟ سيادتك هتفتح العبوه، تمام؟ زي ما انت شايف كده هتلاقي فيها قطاره بالمنظر ده، تمام؟ هتشم بس من بعيد، تمام؟ هتلاحظ ان ريحته بتدخل في النافوخ، ريحته نفاذه جدا 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 جدا. ده اختبار مهم جدا تختبر بيه الزيت العطري، انك تشمه تلاقيه ريحته نفاذه. انا وانا بشم دلوقتي صاروخ ضرب في دماغي والله، ريحته نفاذه جدا غير اي زيت تاني، تمام؟ تاني حاجه تعرف منها الزيت ده عطري ونضيف وجيد ولا لا، سيادتك هتعمل الاتي، انا هعملها لك قدام الكاميرا، تمام؟ هتاخد نقطه، تمام؟ انا مش عارف انت شايف ولا لا، تمام؟ اهي نقطه على الصباع زي ما انت شايف كده، وتروح حاططها هنا. شايف انا حاططها فين؟ هنا في المكان ده، تمام؟ تعمل دي كده، تمام؟ وتستنى كده ايه دقيقة، او لو حسيت باي حساسية او اي حرقان في المنطقة دي كده، في الحالة دي انت هتخففه بزيت اخر حامل زي ما اتكلمنا قبل كده، زي التركيبة الثلاثية اللي اتكلمنا عنها. استنى انت بعد ما تعمل الحركة بتاعت الرقبة دي، هتستنى دقيقة دقيقتين حاجة زي كده، هتلاحظ بزغزغة في المنطقة دي، زغزغة خفيفة كده، تمام؟ ممكن برضو نعمله على فين، في برضو اماكن تانية بالنسبة للسيدات ممكن نجربه في المنطقة دي، تمام؟ المنطقة دي منطقة حساسية عند السيدات، برضو ممكن يجربوا فيها، هتحس بزغزغة في المنطقة دي، تمام؟ ده بيثبت لك برضو او اختبار من ضمن الاختبارات اللي يقدر يثبت لك ان الزيت ده زيت عطري نظيف. وعنصر مهم جدا برضو اوصيك بيه يا صديقي العزيز، وان انت تجيب الزيوت العطرية من شركات موثوق فيها وشركات ليها اسم كبير. يعني انا جايب من هنا مثلا، من دول قدامك اهو، انا جايب دي من امتنان شجرة الشاي، دي نعناع من نفرتاري، تمام؟ روزماري برضو جايب من امتنان، وعندي واحدة في البيت روزماري برضو
من نفرتاري، وعندي برضو واحده لافندر من اريج، فاهم ازاي كده يعني. انا عندي بجيب من شركات زيوت المعروفه اللي اسمها معروف اسمها مشهور، ما تجيبش بتاعه العطار. انا بقول لك ابعد عن زيوت العطار من فضلك. طيب ازاي بقى بتتصنع الزيوت العطرية دي، وايه الفرق ما بينها وما بين الزيوت الحاملة؟ الزيوت الحاملة دي هي بتتعصر عن طريق مكنة اسمها مكنة كبس. يعني ايه مكنة كده؟ هحاول لو لقيت لها اي فيديو مثلا على الانترنت او كده اسيبهولك هنا. بس هي بتبقى مكنة بيدخل فيها المكونات من ناحية، بتتكبس على البارد يعني بيحصل لها كبس لغاية ما تتعصر تمام، وتنزل العصارة اللي فيها من الناحية التانية. طيب هل ده كويس؟ اه كويس، وهيديك زيت او هيديك زيت مثلا زي زيت اللوز، زيت اللوز الحلو، زي زيت الجوجوبا، زي اي زيوت من هذا القبيل هيديك زيوت من دي حلوة. لكن النباتات العطرية، العطرية اللي زي الروزماري، زي شجرة الشاي، زي النعناع، زي اللافندر، دي كلها نباتات بتسمى نباتات عطرية. دي لازم تتعصر او لازم تتعمل زيوت بطريقة العصر عن طريق التبخير والتكثيف. ودي طريقة كده برضو لو لقيت لها فيديو هحاول اسيبهولك هنا. دي بتبقى طريقة بيعملوا ازاي، بيحطوا الحاجة او بيحطوا مثلا الروزماري وليكن في حاجة زي مصفى كده، وبيحطوا تحتيه مية وبيحطوه في زي حلة كبس ليها خرطوم كده، وبيحصل نوع من انواع التبخير. التبخير ده بيطلع حاجة، بيطلع او بالبخار بتاع المية بيطلع في الروزماري، فبياخد معاه المواد الطيارة الحاملة الموجودة داخل نبتة الروزماري، وبعد كده بيحصل لها تكثيف مرة تانية فيتكثف يبقى زيت تمام. ليه بقى الزيت العطر ده بيكون اغلى من الزيت الحامل، او بيكون في ازاز صغنونة قوي كده هم بخله يعني بيبخلوا علينا؟ لا طبعا، هو علشان بقى تكلفته غاليه وعاليه. عشان يعمل لك ازازه زيت الروزماري الصغنونة الجميله دي بيحتاج مثلا حاجه بتاعه 100 كيلو روزماري عشان يطلع دي. الزيت العطر يا صديقي العزيز هو زيت لعلمك مكثف جدا 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 جدا، وفي نظرية بنقول عليها دايما ان الزيت العطري لا يستخدم بشكل مباشر على الجلد او على فروة الراس في علاج الصلع الراسي. طيب دلوقتي حد ممكن يقول لي طب انت كنت بتقول انك بتستخدم زيت الروزماري بشكل مباشر في علاج الصلع الراسي. زيت الروزماري هو الزيت الوحيد الاستثناء من هذه القاعدة. زيت الروزماري درجة الحمضية بتاعته الى حد ما مقبولة شوية ومش حامي قوي على فروة الراس، فممكن تستخدمه بشكل مباشر على فروة الراس، ولكن اوصيك بانك تجرب التجربة اللي انا قلت لك عليها دي. جيب نقطة حطها على المنطقة اللي هنا دي كده وشوف هتجيب معاك نتيجة شكلها. طيب طريقة استخدام الزيوت العطرية بتكون ازاي يا جماعة؟ لو حد عايز يحط الزيوت العطرية دي مع زيت اخر حامل، يعني عنده مثلا زيت وليكن زيت اللوز الحلو او زيت الاركان، وعاوز يحط معاه مثلا من الزيوت العطرية الجميلة اللي معانا دي، وليكن هناخد مثال زيت الروزماري، هتعمل كالآتي يا صديقي. لو عندك مثلا ازازة 100 ملي هتجيب من تحط فيها 85 ملي او 80، يعني من 80 ل 85 ملي زيت اللوز الحلو او زيت الارجان الزيت الحامل اللي انت هتحطه، وهتحط من 15 ل 20 ملي من الزيت العطري. طيب لو بتحط مثلا هتحط الثلاث زيوت دول، يعني وليكن هحط الثلاث زيوت دول مع بعض مجتمعين في التركيبة بتاعتي تمام، هحط زيت الروزماري، هحط زيت شجرة الشاي، هحط زيت النعناع تمام، مع زيت حامل وليكن زيت الجوجوبا تمام، يبقى هحط خمسة ملي من زيت الروزماري، 5 ملي من زيت شجرة الشاي، 5 ملي من زيت النعناع، وبكده يبقى عندي 15 ملي من الزيوت العطرية يعادلهم الناحية التانية 85 ملي من الزيوت الحاملة. دول عطري انا اسف، والتانيين هم الزيوت الحاملة زي زيت اللوز الحلو اللي اتكلمنا عليه. طيب اسعار الزيوت العطرية يا جماعة هي بتختلف طبعا من مكان للتاني، لان في بعض الاماكن بتجيب الزيوت العطرية دي مستوردة، عشان كده هتلاقيه اغلى سعر عندهم، وهو 185 جنيه لعبوة حجمها صغير برضو 25 ملي. لو انت بالنسبة لك ده سعره غالي، الحل البديل والارخص وهو دي ب 61 جنيه من شركة امتنان، كويسه برضو ممتازه، انا جربتها بشكل شخصي تاثيرها برضو حلوه جدا. روح لاي شركه في موجوده في بلدك عندها زيوت عطريه، اتاكد ان هو اسمه زيت عطري او زيت اساسي او بالانجليزيه بيور اسينشال اويل. سؤال برضو مهم، هل ممكن استخدم ديرما رولر قبل الزيوت دي او قبل تركيبه الزيوت اللي بستخدمها؟ لو انت بتستخدم
تركيبة زيوت يعني اللي هي اتكلمنا عليها مثلا 80% زيت حامل و20% زيت عطري، ممكن بعد الديرما مباشرة تعمل جلسة الديرما وتحط الخليط الزيوت على فروة راسك، تسيبها مثلا مدة ساعتين ثلاثة وبعد كده تغسلها عادي بالشامبو. طيب لو انت بتستخدم بقى زيت الروزماري بشكل مباشر على فروة راسك، في حالة دي اقول لك لا، هتعمل الديرما رولر وهتستنى 6 ساعات او اكتر يفضل يعني، وبعد كده هتحط زيت الروزماري هتسيبه من ساعتين. ليه؟ في ناس ما بتسيبه خالص، تمام؟ يعني في ناس بتسيبه ساعتين بس وبعد كده تغسل، في ناس بتسيبه 8 ساعات، في ناس بتسيبه اكتر من كده. انا بفضل من ساعتين لتمن ساعات ما تزودش. حد ممكن يقول لي ممكن احطه وانام بيه وبعد كده اقوم اغسله، ممكن في ناس بتعمل كده وما عندهاش اي مشكله معاه وحل كويس جدا برضه. بس كده صديقي، اعمل لايك من زرار اللايك اللي تحت، اشترك معانا في القناه من زرار سبسكرايب الاحمر، خلي لونه يبقى رمادي، وفعل علامه الجرس على الكل عشان يوصلك اي فيديو جديد، او يبقى اول الشرف ان انت تشوف الفيديو ده. اشوفك على خير في فيديو جديد من برنامج الاكسبيرمنت. سلام عليكم.